هذا وزير بالحكومات العراقية يقول لكم هذا الفساد هيك اشتغلنا هيك انضغط علينا، معقولة الكل ساكت؟ شنجيب لكم أدلة أكثر من هذا؟ شنحط قدامكم أكثر من هذا؟ وزير يعترف. يعني أنا راح أحكي لك فد موضوع أي. فترتي اللي كنت في الوزارة. نعم. سماحة السيد طلب من عندنا تقديم استقالة لدعم السيد العبادي. قصدك سيد مقتدى الصدر؟ نعم. أي. لأنه الوزارة وزارة التيار الصدري تعرف. أي أي. ثلاث وزارات صرنا نسمي الحكومه. اجاني واحد من هاي اللي مصطلحك اللي تستخدمه دائما للولادات، واحد من هاي الولادات قال لي تريد تبقى وزير؟ قلت له لا انا ما اريد ابقى. قال لا انت ابقى وما لك علاقه بالباقي، علي الباقي، انا راح اصرف مبلغ وقدره ملايين الدولارات او انت ابقى، بس متفق انا وياك الشغل اللي احنا نشتغله احنا اللي نريده مشي، واللي انت اشتغل براحتك. قلت له انا بالنسبه لي يعني مؤتمن على هذه الوزاره، واصحاب الشان اصحاب الامانه انسحبوا من الحكومه، انا بعد مو طرف. قال ما لك علاقه، انا ارتب الوضع أي. بين العبادي وما بين الكيانات اللي بقت بالحكومه وما بين اطراف اخرى دوليه وداخليه. زين. فهذول اللي موجودين هذا الوليد من الوليدات، هذا هو اللي يجيب وزير ويطلع وزير، هذا اللي قال عليه يوم من الايام، قال عليه وصف السيد هادي العامري احنا تلاعبنا بالقضاء واحنا هددنا القضاء. اخي الكريم، الدولة فيها مكونات، فيها مفاصل، الحكومة بيد المافيات وقرار الحكومة مرهون بيد المافيات. هسه المافيات خال دافعة أحزاب صايرة واجهة لها، هذا أمر وارد على الأرض شافها العالم، ماكو شيء مخفي بعد. فإحنا نتحدث عن وزير، الله يعينه وزير التجارة شلون يصرفون وياه وين يودوه وين يجيبوه، كذلك بقية الوزراء. أنا وزير التجارة حتى أكمل مثلك اللي ضربته، فحقيقة الانقلاب السيد السوداني عليهم هو الحل، لكن هل يستطيع أن يقرر هذا القرار؟ زيان. هذا السؤال أكمله مع جنابك إلى السيد رئيس الوزراء. هذا متروك للأيام، لكن على الوليد اللي جاك قال لك معالي الوزير أنا أرتب لك وراح ننفق ملايين الدولارات. هذا الولد سياسي لو مقاول سياسي؟ لا أخوي، يشتغلون عنده الجماعة. ما فهمت يشتغلون عنده، هو لو سياسي متنفذ يعني لو مقاول سياسي؟ حاطة 7-8، حاطة 7-8، 3 سنة و3 كرد و4 شيعة، وهالتشكيلة مسوي له فريق ينزل بالملعب يلعب باسمه وهو قاعد مدرب. فهذه هاي النماذج، هاي الشخصيات موجودة هي اللي تلعب بالساحة، اللي يلعبون فريق فلان، فريق هذا الوليد وفريق ذاك الوليد وفريق هذا الوليد، مو يعني هي والله حكومة. يا أستاذ محسن إذا سمحت لي، ماكو بالعالم دولة وشعب وحكومة. الآن المتحدث وزير كان في الحكومة العراقية يتحدث علنا أمامكم وأمام الحكومة وأمام القضاء كيف كان المبتزون السياسيون يتعاملون مع الوزراء، كيف تشترى الوزارة وكيف تباع الوزارة وكيف يضغط على الوزير. هسه هذا مو أني، هسه أنا بلا تقولون يكذب، هسه انتم ما تحبوني، لكن يا اسلام، يا من في السماء يا من في الارض، هذا وزير بالحكومات العراقيه يقول لكم هذا الفساد هيك اشتغلنا هيك انضغط علينا، معقوله الكل ساكت؟ شنجيب لكم ادله اكثر من هذا؟ شنحط قدامكم اكثر من هذا؟ وزير يعترف.
استاذ نجم ارتاح شويه، خل اعطيك بعد معلومه اخرى. العفو، العام 12/1/2022 تحدثت بتفاصيل اكثر عمق في لقاء على العراقيه حقائق مغيبه، ذكرت 15 حقيقه. لحد هاي اللحظة لا مدعي عام دز علي، لا رئيس هيئة نزاهة دز علي، لا لجنة رقابة، لا برلمان دز علي قال لي عمي انت تحكي من راسك، انت واعي ما واعي. فالموضوع بيناتهم احنا انا وياك نسولف ونفرفح، والمواطن محروم ومسلوبة حقوقه، وهم متونسين مضاربات وقمار. طيب استاذ محسن، والامور اللي تعرفها انت. طيب استاذ محسن، استاذ عبد الحسن، يعني ما عندي شيء اسالك لانه واقف عاجز عما يذكره السيد الوزير، اريد من عندك تعلق اذا كانت الامور قد وصلت بهذا الشكل. انا اكبر بالجرأة التي تتحدثون بها، الان صوت العراقيين عالي جدا، لكن الان على قولة رحيم الله يرحمه دليني يا حسن وباشر امشيله، يمن الحل؟ الله روحه.